وبعدين المكفوفين كمان أول بطولة عربية أو أفريقية تقام للمكفوفين. ما هي دي النقطة كنت عايزة أتكلم مع حضرتك فيها، لأن شيء محترم جدا، وعلشان أعمل حاجة زي كده برضو لازم أكون عملت شغل كتير قوي وتدريبات كتير قوي. يعني عندنا منتخب مكفوفين. كلمنا أكتر بقى عنهم يا كابتن. احنا ربنا كان في بنت كانت اتأهلت للأولمبياد بس ظروف كورونا والمشاكل اللي حصلت دي أثرت على تأهيلها، يعني كانت أول بنت أفريقية أو عربية تتأهل للأولمبياد وهي مكفوفة. طب يعني كابتن مطيع، عايزة برضو أنقل الصورة للمشاهد اللي بيتفرج علينا دلوقتي وبيتابعنا، إزاي اللعب بيكون؟ يعني الجودو للمكفوفين طبعا يعني ما هوش شيء سهل، ما هوش شيء تدريبه حتى سهل. خلينا نعرف من حضرتك اكتر عشان الصوره تبقى واضحه. في لها مدربين متخصصين في جودو المكفوفين، ما يعني بيتعدوا على الايد الواحده اللي موجودين في مصر. طبعا منهم الكابتن اشرف الليلي هو ده، وفي حكام كمان لها، لان مش اي حكم بيحكم للمكفوفين. احنا عندنا الرئيس الاتحاد الافريقي وهو متخصص في جودو المكفوفين الكابتن خالد انور، واحنا شغالين في الموضوع ده بقالنا اكتر من 5 سنين. احنا عندنا كام تقريبا شخص في المكفوفين؟ كم لاعب من المكفوفين في هذه الرياضه؟ يعني يتعدوا دلوقتي حاليا يتعدوا 200 لاعب. حلو جدا. حلو جدا. ليه كمان؟ لان من الناحيه الانسانيه انا لما يبقى عندي يعني طاقه موجوده ومكبوته فيما سبق ودلوقتي بتطلعها في الرياضه، وكمان بيمثلوا مصر في محافل عربيه ودوليه، دي حاجه رائعه جدا. لا لما تشوف الولاد كمان، يعني حضرتك تتمني تعملي اي حاجه عشان ترضيهم. الولاد حاجه جميله جدا جدا فوق ما تتخيلي، وعندهم امل وعندهم رغبه ان هم يفرقوا في الدنيا ويفرقوا فعلا طبعاً في هذه الرياضه. طب امبارح كان في واحد معاق كمان، كان حوالي 12 سنه غير انه لا مش مكفوف، معاق. تمام. اعاقه يعني تعتبر رجليه الاثنين اعاقه شبه كامله. والولد كان بطل امبارح، خد نال تصفيق شديد جدا في القاعه، قد عرض مبدع امبارح. لا حاجه محترمه جدا فعلا كابتن مطيع، حقيقي يعني.